وانت يعني كنت حاضر مش انت كمان كنت غايب. انا حضرت الغردقة في ساحل يعني كتير. معلش بالتزاول ان انت كنت في دهب وفي الساحل وبرده كنت في العين السخنة. العين السخنة ايه بقى؟ 3-2 يعني ثلاثة. بس انا عايز اقول لك على حاجة، ان انا يعني دخلت على الحلقة على طول ونسيت اقول لك ابدأ انا ولا تبدأ انت. لا والله ابدأ انت، ما الست المصرية هي لازم تبدأ اي حاجة. لا يعني احنا موجودين عشان حضرتك. التاريخ يسجل، التاريخ يسجل الراجل المصري بيقول ايه؟ طبعا الست المصرية دي ايقونة. انا كده لازم اصمت كثيرا بتتكلم عن كده. انا ساسكت كثيرا. يعني الحمد لله طبعا الست المصرية لازم كده، احنا كرجالة مصريين. طبعا بعدين بصراحة خلينا نقول يعني احنا لما بنعمل ترند بيبقى ترند لطيف، انتوا ما بتعملوا ترند بيبقى ترند عجيب الشكل. طيب مش هتكلم. لا خلي محمد رمضان يتكلم. والله محمد رمضان يعني فيما يبدو من الامور يعني عمل حفله في الساحل حلوه قوي. انت شايفها حلوه قوي؟ خلينا نتكلم ان هو بيحب يقلد المطربين الغرب. فهو مشكلته بس انا بس حاجه واحده اللي مستغرب لها، ليه هو دايما بيبقى قالع؟ انا عندي سؤال، هو ليه دايما لابس بدون مخرجين؟ ايقونه. طب ما عمرو دياب لابس حص. لا عمرو دياب كان لابس ابيض وملتزم بالتيشيرت الابيض وبيلبس تيشيرتات كده والدنيا لطيفه. عمرك شفت عمرو طالع قالع؟ خلينا نقول محمد رمضان ليه شخصيه وعقليه خاصه وليه دماغ خاصه. انا بس يعني بصراحه اتضايقت قوي من الفيديو المسيء اللي ظهر لمحمد رمضان، اللي هو اتخضيت. محمد رمضان ايا كان هو الفيديو، انا مش يعني مقدرش احكم على اي حاجه، بس انا عارف محمد رمضان بيحب الستات يعني عنده اكل يعني انا بشوفه كتير. محمد رمضان كلنا كل بني اخوات محمد رمضان ابناء ادم. فهو بس الفكره في الفيديو المسيء ده انا مش عارف التوقيت اللي هو طلع فيه، وهو لاول مره في حياتي اشوف محمد رمضان يتخض ويرد على فطلع عمل فيديو وقال حسبي الله ونعم الوكيل. بس الحمد لله ان هو عارف ان احيانا مش كل شويه يقول ثابت والضرب والخناق والقلع، اضطر يقول حسبي الله ونعم. رجع بقى كده للطريق، انا حاسه رجع للطريق اللي هو ايه، لا في حاجات تخبط. اكتب بقى تاريخ ان محمد النهارده التاريخ 17/8 بيقول انا حاسس ان محمد رمضان راجع. طيب بص يا محمد، هو انا بغض النظر عن انت عارف يعني ايه الموقف الشخصي محمد رمضان، احنا متفقين مختلفين هنقول ده بعد الحلقه، بس طبعا احنا رافضين تماما ان اي حد يطلع فيديو مسيء وان كان حقيقي، يعني حتى وان كان حقيقي وان كان الفيديو واقعي وصح. انا مش بلعب، انا حاسس انه مش محمد رمضان ده يعني. وبعدين ممكن يكون بيلعب، اصل الفيديو عباره عن احنا شفنا صوت، سامعين صوت، ده ممكن يكون في الجد. بص انا ما شفتش بصراحه. لا ممكن يكون انا سمعت هو ما يكشفش، بس ده عباره عن مشهد لحظات في صوت. فالفكره كلها ممكن يكون في الجيم، فيعني لما بتيجي تعزيني في الجيم يعني نقدر نقول ان اللي يشوف حاجه بالشكل ده حاجه مسيئه، حاجه فيها فضايح. يا جماعه سكيب كورونا، الرول مش مهم عندكم، يعني الترندات مليانه حاجات. لكن لا هو عشان محمد رمضان هو بيقعد يعمل حاجات غريبه فالناس ما بتصدق تمسك له حاجه. طب انا عايز اسال يا محمد، لا ما عشان الناس ما بتصدق تمسك له حاجه، هو تصريحاته اصلا بصراحه هنا يعني شفت الاعلام سميرة عبد العزيز؟ طب انت رديك. بصي هي سميرة عبد العزيز برضه هي اللي قالت في الاول ان هي مش عاوزه تقوم، يعني هي مش عاوزه ما شرفهاش قالت كده. اولا هي هو رد عليها برضه بيقول لك يعني بصراحه انا برضه ما عجبنيش رده، ان هو انا امي ماتت يتيم ولا بتاع يعني. لا ما يصحش، هي ست كبيره وليها قام ومقام، وهي ست زعلانه منك بتقول لك انا مش عايزه ابقى مامتك، ده معناه ان انت ترد عليها. هي رجعت قالت انا موافقه. رجعت قالت انا موافقه بالظبط كده. فانت ترجع تحط راسك براس يعني معلش بقى من عندك تحط راسك براس سميرة عبد العزيز، التاريخ والقامة وكل يعني الديت والعطاء المستمر. لا خلينا برضه نتكلم عن هذا التاريخ وعطاء كل حاجه، بس هو محمد رمضان يعني هو دلوقتي في مصر هو المتصدر للمشهد الفني. عند مين؟ شئنا ام ابينا. عندي ناس كتير عبر عن رايك. ده مش رايي ولا انا على طول بهاجم محمد رمضان، هو صاحبي وحبيبي وكل حاجه، بس طبعا على طول بهاجم عادي. طب مش اي مشكله. لا وهاجمه وبطلع، ولما عمل كده قلت له عيب، لما قال كده على سميرة يعني قلت له عيب، يعني برضه ست محترم قبل مجلس طبعا شيوخ. يعني هو محمد رمضان هو عنده مشكله. كانت نشأة محمد رمضان على كده السفن في مدينة الآثار دي مأثرة عليه نفسيا. طب ما تعالج يا محمد، بس ما تطلعوش علينا بقى. هو الراجل جاي من حته
تحت الشعبيه بشويه يعني أوكي. حتى مش شعبيه على فكره بس. فهو طلع لقى نفسه معاه فلوس كتيره و... هي يعني قال لك فقر النفوس مش فقر. لا هو فعلا حصل له حاجه ف ف يعني عامل عادي وكلنا ممكن يحصل لنا صدمات ومرضات ويحصل لنا صدمات حضاريه في حاجات كتير بتحصل لنا. بس انا لما اشوف نفسي ان انا خارج طول الوقت بتهاجم ان انا طول الوقت عمال ارتب وبتهاجم كده بيحب كده ده عايز تعالى ده هو لو ما تهاجمش وعمل حاجه مستفزه للناس زي ما راح يتصور مع واحده اسرائيليه وهم اعدائنا. انت عارف بقى النقطه دي ان انا اقدر اقول لك فيها ايه يعني جايز علشان الباك جراوند اللي انت بتقول عليها انه مش فاهم انه مش عارف ان انا ممكن اقول ايه يا جماعه ما تاكلوش فيه قوي هو ما كانش يعرف في الدرجه دي. قول لي محمد رمضان مش هيتغير مش هنطول معاه هو اصلا يعني هنفضل من كده حتى لو شتمناه هيفسد كانوا بيه حفلات الساحل كده هو فمش هتروح؟ لا مش هروح. رحت له حفلات قبل كده؟ ما بحبش هو مش مخرج بالنسبه لي. اروح عمرو دياب اروح حماده لكن اروح محمد رمضان اعمل ايه؟ واحد بيطلع حاجه او بتاع مش جاي وجيم. طب بص يا محمد يعني ممكن ابقى هسيب لك اجابه السؤال وانت هتهيلي. الفلوس المخرمه بحياه النبي انا عندي واحده مش راضي تسمع. انا شايف ان هو بيلبس بقى بلوزه مخرمه بلوزه مش مخرمه براحته. هو انا عايز اقول لك هو اصلا بيطلع يا اخي هو قالع انت مش فاهمني انا قصدي ايه البلوزه دي في كل الحفله في كل الحفله مفيش حفله محمد رمضان ما بيلبسهاش. هو حضرتك ما بيلبسها اصلا في الحفله. لا بس البلوزه المخرمه دي بيلبسها في كل الحفله. معلش يا حضرة ما تبقاش تلبس البلوزه المخرمه. اعرفني سرها مش ممكن تكون فيها بركه. لا يعني البركه من عند ربنا مش من بره ده. ماشي تعالى خلينا نروح لكريم عبد العزيز ونقول له كل سنه وهو طيب. خلي بالك بقى احنا من محمد رمضان حيث الهمجيه والغرغائيه الكبرى لكريم عبد العزيز. شوف على النقيض طبعا مع كريم وتاريخ فجأة كده بقى تاريخ طويل. تصدق انا كريم عبد العزيز كنت حاسه هو اللي طالع. هو بدأ في مسلسل امرأة من زمن الحب مع سميرة احمد. عارف المسلسل ده طلع مين كمان؟ ياسمين عبد العزيز كانت هو وياسمين كانوا طالعين اخوات وكانت سميرة احمد عمتهم اللي قعدت معاهم لما باباهم مسافر. وكان المسلسل ده كان رائع بصراحه. كان بيقول مشاكل الجيل ده في الوقت ده وشوفوا كانت المشاكل بسيطه ازاي لما ترجعوا له هتحبوه قوي تشوفوا قد ايه الجيل ده كان جيل محترم بصراحه. كل سنه طيب يا كريم وسنه سعيده عليك ودايما تكون متالق. والسنه دي هو عامل البطوله في مسلسل الحشاشين مع بيتر ميمي وده المسلسل اللي هو بديل الاختيار. اه فاعتقد هنشوف مسلسل جامد وكريم دايما حط الاسمين بيتر ميمي كريم عبد العزيز كبير وممثل محترم ودايما كان يقول لك لما نقول له انت رقم واحد ورقم اثنين يقول لك مش شايف رقم واحد. هي دي الناس اللي عندها ثقه في نفسها طول الوقت اللي هو ما بيدورش على ارقام ولا على القاب ولا على اي حاجه وعارف ان الكبير كبير والحلو حلو وفي بالمناسبه اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه فيلمين لكريم عبد العزيز. الفيلة والازرق الفيلة والازرق اثنين وكيرة والجن. كيرة والجن مكسر الدنيا في السينما. مع ان عندي ملاحظه محمد مش عارفه بتشاركني فيها ولا لا ان السينما كان دايما الصيف مرتبط بفكره السينما حفلات السينما. الناس بتروح السينما بس مش بنفس القوه زي الاول. عشان بس ما فيش فلوس. عشان بس ما فيش فيلم مصدوم. لا في منصات عشان في منصات. حاول موافق. عشان في منصات. طب قول لي يا محمد قلبت كده وانت بتقلب وبتشوف الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها شفت فيديو قطه سافر؟ فكريني كده انت كان عامل ايه؟ القطه عامله ايه؟ انا مش القطه اللي عملت الحريه اللي عملت. لا حريه كان غالي هي في صوره كده متداوله هي قلبت شويه على مايكل جاكسون. انا مش عارف الناس انا مش عارف الناس تتنمر عليها لان هي فعلا العمليات الكبيره هي تورطت في عدد كبير جدا من العمليات مش تورطت هي ما حدش بيبقى عايز يعني يوصل لكده. هي كانت برضه في وقت من الاوقات ملكه الجمال المصري بتاع بس هي الفكره انها كان عندها مشكله ما في اخرها وهي قالت ان هي كانت مشكله مسببه لها يعني اذى طبي معين او حاجه زي كده فعملت العمليه عشان تعدل. بس الموضوع بقى وقع في الدكتور مش شاطر. خلي بالك احنا شفنا الدكاتره المش شاطرين ياسمين عبد العزيز لما اتبهدلت في العمليه اللي عملتها وحاجات كده فانها وارد انها تقع في دكتور مش كويس ده سبب لها مشاكل كتير. لكن الجمهور اللي حبها وارتبط بيها حب روحها يا جماعه حب روحها ما تبقوش معاكم معاكم مش عارفه الضهره الضهر حبيتوا الست هي ست لسه بروحها بتشكيلتها مش معنى القطه السفره توقع علاقتهم بيننا وما بينها اعتقد هي سدته بلا الله بعد القطه السفره دي. خلينا بقى نروح لخبر كمان مهم وهو مهرجان القلعه للموسيقى والغناء ب 20 جنيه تقدري تروحي تحضري
حفله لكل نجوم الوطن العربي. عمر خيرت ب 20 جنيه. عشان عباس هيفتتحها كمان. لا انا بتكلم ب 20 جنيه عمر خيرت. عشان بس الناس بتقول احنا ما بنقدرش نروح نحضر حفلات لا ب 20 جنيه يا جماعه ده هيكون في الاوبرا هيبدا من النهارده يعني هيبدا تواليا في الاسبوع ده والاسبوع الجاي لمده 15 يوم تقدروا تروحوا القلعه تعيشوا الاجواء تحفه والتيكت ب 20 جنيه مع نجوم مصر كلهم. غير ان المكان نفسه حلو قوي كمان. هنزل لكم كمان الجدول دلوقتي على الشاشه علشان تقدروا هتروح ايه؟ اخترت تروح ايه؟ يعني انا هروح حاجات كتير. تفتكر اختك؟ عندي شغل هناك كتير. تفتكر اختك معاك؟ على فكره ممكن امشي الكاميرا. عمو عمو رايح حاجات كويسه عشان الكاميرا مش انا هبتدي من بكره بقى علي الحجار ما تفتكرنيش خالص محمد. طيب بس انا عايز برضه نقول على لفه يعني كويسه حصلت في محمد ان حصل موضوع حريق الكنيسه ابي سيفين اللي حصل انها كانت المفروض تقام من ثاني يوم اللي هو يوم الاحد ولكنها اتاجلت وطبعا في المناسبه دي احنا بنعي كل البقايا ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين الكنيسه. طيب نرجع ثاني للترندات بتاعتنا المرتبطه احنا جبنا سيره الغنى والحفلات، حفلات الساحل واسعار حفلات الساحل كانت عامله قلبان السنه دي يعني كل سنه. لا هو مش كل معلش مش كل واحد اصل الساحل ده ما الناس اللي بتعمل حفلات هناك اولا العالمين بقت مدينه من احسن المدن لسه طبعا تحت انشاء لكن طبعا لما تيجي تروحي دبي فاقل تيكت لحفله برضه هناك كده طبعا هي اجواء اتغيرت ما بقتش زي زمان زي العجمي سنه 98 بنقط لا ده بقت الموضوع فيه وشرب وبتاع يعني اجواء ف وحتى لو تيكت واقل تيكت اقل تيكت بيبقى 500 جنيه مش اعلى تيكت ب 50000 جنيه ده بقى بتبقى ترابيزه مش وفيها اكل وفيها يعني لا بيبقى الموضوع مختلف تماما عن فكره ان انت بتروح تقفي بس. انا يا جماعه انتوا زعلانين قوي من الحفلات مليانه في الجامعة هو لو ما كانش عارفين ان الحفلات دي هتتنقل بالاسعار دي ما كانوا ما كانوش هيعملوها يعني ما حدش بيعمل حاجه وبيخسر الحفله بتتعمل مره واثنين وثلاثه فاكيد ما حدش بيعمل حاجه وبيخسر فيها بس انتوا ما تزعلوش نفسكم سيبوا كل واحد قد الحاجه بيروحها ولطيف ان احنا يبقى عندنا حفلات بالاسعار دي حاجه وجهه سياحيه جاذبه استثماريه جميله جدا جدا. انا عن نفسي بصراحه حتى لو ما رحتوش بس فرحانة ان احنا عندنا الحاجات دي في البلد متطوره شئتوا بقى ما بقيتوا عجبكم ما عجبكوش هو ده التعريفه بتاعه ان احنا نكون دوله جاذبه للاستثمار وللسياحه. جميل محمد ان مليان طيارات على فكره الحفلات طبعا ما هو صح كذلك الفيلا ب 115 مليون وخدش في الساعات ما لحقتهاش محمد انا مش عليا المرة الجاية بقى هما يعملوا اطروحات جديدة قريب ب 150 مليون. ما تبقاش تقول لي مش ناوي والله. نفسي استنى تشاو. لو حصل مني انا هحاول احجز لي بقى. لا انا هحجز لي اثنين. حقيقي معيش فكة. قول لي اخبار الثانوية العامة ايه؟ الثانوية العامة زعلت ما انا عارفة انا بسألك انت. انا؟ اه. انا كنت جايب مثلا مش فاكر 30% حاجة كده. الحمد لله بس ربنا كرمك لا لا كنت جايب حوالي مثلا 75 كده حاجه كده كمان بقى عندنا الفتره القادمه بقى شويه مهرجانات كده حلوه المهرجانات طبعا كبيره والقديمه مهرجان الفضائيات العربيه رقم 13 شفت مباراه انا حضرت تقريبا 13 عجوز طبعا انا عجوز يعني من الدوره 13 انا حضرت احمد علي لما بداوا يعني اجواء بقى ما كنا بنروح الكلمه والتطور اللي حصل بقى ان بقى في ويب سايت بقى في كمان فود بقى في حاجات كده لطيفه جدا فانا ببارك لاحمد عليوه على المجهود الكبير ان هو قدر يحط اسمه حاجه ده لا دي قصه كفاح بدأها قدامي يعني ما شفتها قدام عيني من كده للمهرجان بكل النجوم الوطن العربي يحضروا يعني نادين نجيب انا كان لسه شايفها بصراحه وانا معاه انترفيو المهرجان الوحيد اللي جابها هو مهرجان الفضائيات سنتين فانت ليكي كمان مصداقيه في الوطن العربي فبقول لاحمد علي مبروك وكمان بيعجبني بقى ان كل بند يعني افضل ممثل افضل ممثله افضل ممثل في ثلاثه اربعه انا اعرف مهرجان بتاع اسماعيل اقسم بالله بيحط 40 50 واحده عشان هم يقعدوا يشيروا وبتاع لكن هو حاطط اربعه اختيارات دقيقة ناس لجنة تحكيم محترمة تختار الناس وتحط ثلاثة أربعة بس
مش 875 واحده في كل بند او واحد في كل بند، يعني افضل ممثل مش عارف ايه يحط لك من اول الصفحه لاخرها. مهرجان الموسمعين ده معروف. ايوه في وشاوش كده كتير. اسمعني فيني وجهك دلوقتي. لكن الحقيقه مهرجان الفضائيات راجل بيحط اربعه في كل بند، يعني احسن ممثل كريم عبد العزيز، احمد عز، ياسر جلال. دي حيره دي. لا بهرجان بقى من بعض بصراحه يعني. لما تشوفي مهرجان المصريين بيحط 125 في كل بند عشان يجيب شير. بس انت عارف كمان يجيب شير، وانت عارف كمان بيحصل ايه تاني. فالحمد لله طبعا. عايز نتكلم عن اللي حصل فين؟ يعني المهرجان ده انت عارفاه. خلينا نركز مع مهرجان الفضائيات. ببارك له علي احمد ايوه، ان شاء الله هيكون حفله في شهر اكتوبر. وكمان العاجبني برضو ان هم مختارين مجموعه الوجوه الجديده، ده ابرز الملاحظات. يعني كلهم طبعا قامت في كل الاختيارات، قامات فنيه كبيره. جايبين اربعه اول مره من السينما. الله، حلوه الفكره دي قوي. يعني انت بتتكلم عن وجه جديد، هو اول مره يمثل، اول مره تشوفه. جميل قوي، واحد اول مره يطلع وتقول برافو كمل. لا يعني يعني انا بتكلم في سواء الولاد او البنات، دي المفروض يعني. انا بكلم احمد فقال لي دول كل الثمانيه دول اول مره يمثل. قلت له يعني، قال لي ما هو وجه جديد يعني اول مره يمثل. فاعتقد ان احمد عليوه ببارك له على الدوره دي مقدما. ان شاء الله هنكون يوم في شهر اكتوبر في الحفله، واعتقد هتكون حاجه كبيره كالعاده. كالعاده ان الواحد يعمل حاجه يقدر يحافظ عليها 13 سنه، حاجه تستحق ان انا كمان اقول مع احمد عليوه مليون مبروك، وان شاء الله مهرجان موفق. وممكن يا استاذ احمد كده تسمح لي ان محمد يسلسل لنا عن اشهر الترشيحات. يعني انا بتهيألي ان ترشيحات الرجاله افضل ممثل هتبقى والله صعب جدا. انا ما هو القايمه صعبه. كريم عبد العزيز، احمد عز، احمد عز، ياسر جلال، ياسر جلال. لا انا حاسس ان انا ما ينفعش تبقى في جائزه مشتركه ان هم واحمد السقا. اوه الرابع ده احمد السقا. انا طبعا يعني كلهم حبايبي، بس انا اختار احمد عز لان هو كان اكتر دور ظابط يعني بيهزر وبيضحك عشان الطبيعه. خلي بالك ما كل واحد فيهم بيبقى بيمثل حته معينه او جاي من مكان معين، فبيبقى بطبيعه المكان. ف يعني لو كان احمد عز راح مثلا في بيعمل ظابط بس بينتمي لجهه اخرى، يمكن ما كنتش هتلاقيه كده. هو هو فكره الظابط ده ذكي برضه. بس محمد ده ذكي كان في توزيع اخبار الاختيار. لا على فكره هو ظابط ظابط ايه المكان اللي جاي منه؟ ظابط المخابرات على فكره، المخابرات العامه. بيبقى في حته ال السنس اوف هيومر يعني، واخد عكس احمد السقا. يعني احنا الناس اللي انتقدت احمد السقا جدا 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 في دوره كظابط مخابرات حربيه. بس هو ده طبيعته، هو ده طبيعته المخابرات الحربيه دي، المخابرات العامه ده هو ده قمه الذكاء في الشخصيات. بالعكس انا عن نفسي بقيت احمد السقا جدا، وصلني الدور بطريقه صح جدا جدا، وكنت معجبه بمرجعياته. كريم عبد العزيز الشخص اللي في النص اللي هي يعني كده شويه وكده شويه، لان هو طبعا برضه يعني انا هو على الهواء هختار احمد السقا. بيعمل الفوت على الهواء بيغششكم. انا هختار احمد السقا. طب هو ما ينفعش تختار له كلهم؟ ايه؟ ما عندكش اوبشن تختار كلهم؟ لا هو اختار واحد. انا اخترت احمد السقا. محمد طب قول لنا كده الطريقه اللي نقدر نعمل بيها فوت ازاي؟ الطريقه دي هتخشي على الموقع بتاعهم، موقع طب عايزين نحطه للجمهور. الموقع ده الموقع بتاع مهرجان الفضائيات. هتلاقوا بقى حاجات كتيره يعني الناس تكتب مهرجان الفضائيات. صح، مهرجان الفضائيات العربيه. ويقدروا يعملوا فوت لكل النجوم، اعملوا احمد عز، اعملوا كريم عبد العزيز، اعملوا يعني انا هعمل اشكي يوسف. لا ده دول في فئه الشباب. ايوه فئه الشباب. انا ما كل واحد يتكلم عن نفسه يا جماعه. اعملي براحتك اعملي. مش عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم الصدفه اللي انا بتكلم فيها. ما خلي بالك في افضل. لا بس انا اشكي بحبها بصراحه، عملت حاجات لطيفه، فانا نفسي هحط اشكي. بس نجومكم برضه محيرين جدا الحقيقه. انا هحط لا هو اصعب حاجه، اصعب اختيار هو افضل ممثل. طب افضل ممثله تعرف مين؟ افضل ممثله انا هقول لك هي مين دلوقتي. يسرى، نيلي كريم، ريهام حجاج، عيشة بن أحمد، نور، مي عز الدين، من الشربيني، روبي، من عصر. أنا أختار يسرى. يعني هي يسرى ونيلي كريم. أعتقد إن أنا هروح معاك يسرى. أنا أختار يسرى. أنا هروح معاك يسرى بس أنا. يعني لازم تفكر كده طبعا. يسرى تاريخ وقيمة كبيرة جدا جدا، بس برضه نيلي كريم ليها حاجات. يعني قول لي طب بذمتك مين بينكد عليك في رمضان؟ لا ما بتفرجش على بينكد عليك.
كمان بقى في افضل ممثل دور تاني واختيارات كتيره قوي 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 قوي. انا شخصيا ممكن قول كم واحد رياض الخولي، انا معرفش رياض الخولي اتحط في دور تاني، هي طبعا صعبه شويه، لكن انا اختار رياض الخولي لان هو الاكثر قيمه فنيه في كل اللي موجود. بص هو اصل الفكره مش هو دور تاني ولا دور اول، الفكره ان هو عمل ايه وسبب اثر وعلامه ولا لا. هو فنان طبعا كبير، محدش يقدر ينساه يا وش يا وش مريحه. لا طبعا هو كمان فنانين كتير قوي، ده محمود عبد المغني في مصطفى درويش ونضال الشافعي وهشام اسماعيل خالد الصاوي. لا واحمد وفيق، احمد وفيق عاوز اقول له الف سلام عليه، هو بيمر بازمه كده يعني مش تقريبا عنده برد، فالف سلام عليك. عنده برد والف سلام وعنده كورونا والف سلام. مش عاوز اقول، هو مش عاوز يقول. خلاص الف سلام. كمان هروح بقى للمهرجان اسماعيل، ده مهرجان سامح عاطف شخصيه لطيفه وشخصيه برضه مجتهده وعملت ست مواسم منه، واحلى حاجه فيه بقى ان هو مجتهد يعني بيعمل كل حاجه بنفسه، يعني انا بشوفه قاعد بيدرب البنات ملكات الجمال، قاعد شغال على كل تفصيل المهرجان، النجوم اللي هيكرمهم يعني بيحاول يكرم نجوم كتير، بيحاول يعمل زخم للمهرجان. فاعتقد هيكون يوم 28 الشهر ده 28/8. فبقول لي سامح الف مبروك، ويبقى مهرجان كبير وهيكرم عدد كبير جدا من النجوم، فبرافو عليه. وانا بس شفت امام عاشور معاه بالمناسبه، فانا عاوز اقرص ودني امام عاشور. امام عاشور ظهر مع سامح في يوم ماتش او تاني ماتش اللي كان مطلوب فيه، تاني ماتش لعبه امام عاشور، وانا بوجه رساله للمستشار المحترم منصور، امام عاشور عاوز ارسل ويب عشان احنا عايزين نخلص الدوري ونخلص، مش هنبقى فاضيين ليه ان احنا نروح نقعد في كافيهات يا امام يا عاشور. فيعني والفيديو موجود لو هوزعه لك دلوقتي. بصراحه انا قلت لك حاجه اهو، الزمالك ان شاء الله لا خلينا الدوري ان شاء الله ناخد الدوري من جمعه نكسب فرقه، وبعد كده عندنا ثلاث نقط تاني، ونسيب بقى النادي بتاع البيانات وال وحنفي الحاجات اللطيفه. على فكره انا بحب اتفرج قوي على فيلم انيس حنفي، اتفرجت عليه؟ فيلم انيس حنفي فيلم تحفه. ايوه بجد فيلم انيس حنفي فيلم تحفه. خلي سندس تحط لنا حته من فيلم انيس حنفي دلوقتي. سندس هتحط لنا اللينك بتاع حفله احمد عليوه وسندس سلم عليك. لا سندس تحط لنا، انا عايز اقول لك على حاجه. لا فيلم انيس حنفي لازم يتحط لنا جزء، ليه؟ على ان ده تراث السينما المصريه. انت نيتك مش خالصه. وانا عارفه ان نيتك مش خالصه. وعارف انت رايح فين. انا بس ولكن امام عاشور هو لكن يا عم ما تقعدش على الكافيهات الله يخليك لحد ما نخلص الدوري ما تزعلوش. خلص لي الدوري. خلص لي الدوري. حتتنا رياضيه يا استاذ ايمان. خلص لي الدوري من جمعه مع ماتش فاركو وانا اخرج بقى. ليك منه بص 200 جنيه كده بس، وتعالى اتكرر في مهرجان ميس نايل وتعالى اعمل كل حاجه، بس خلص لي الدوري من جمعه. ماشي، دي رساله بابا محمد لابني امام عاشور، وبيقول له، ودي على فكره مش موجهه لامام عاشور لوحده، دي موجهه لكل اللعيبه طبعا يا محمد. طبعا بما فيه فيلم انيسه حنفي. عاش الزمالك. فتنه رياضيه. عندنا ايه تاني؟ فتنه رياضيه. عندنا ايه؟ عندنا بقى عندنا ايه؟ خلينا نروح لتهنئه بقى للراجل اللي هو بيظبط لنا الصوت بقى ويطلعنا ويوم بس هو يعمل يعني نوبي محمد بصراحه. النوبي النوبي عيد ميلاد سعيد ليك يا نوبي، السنه الجايه كده تبقى مكسر الدنيا اكتر واكتر وتبقى متالق، كل اهل النوبه كمان ناس طيبه، هو اصلا حتى وشه سمح وشه سمح يعني ومحب ودؤوب على شغله ويهتم يعني باقل اقل تفاصيل وحاسبي ويجي لا قوي النهارده متعبتين جدا في 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 المعهد بصراحه راح كتير وعمل يعني كمان ايه اللي هو له اختراعات اللي بره الصندوق، اللي هو ازاي الواحد يعمل حاجه هو بصراحه خلاص مش دوره، يعني المشكله عندي او غلطه مني ممكن يسيبه ويمشي صوته طالع ملوش دعوه بالتفاصيل. شغال وليد توفيق بقى وكل سنه وانت طيب وكل الناس. انا عندك اجازه شويه ايام كتير، انت عندك برنامج تاني في الايام اللي كان كان يعني برنامج تاني بقى في التلفزيون. برنامجي التاني مختلف تماما. مختلف تماما. السمينة مساء والسمينة مش في ايه؟ وكان واحد تسعة في حاجة والعشاء مثلا.
في حاجه كده انت بتخش في لا والله ابدا بس احنا مش في ترتيب الوقت جرب يعني على السبعه احنا جينا على الصعبه خالص ايوه السبعه سواني مش حد عمل السبعه اه يعني السبعه بقى ان شاء الله انا اللي هعمل اه قبلي تبقى قبلي يعني والله لما تشوف الاثنين تحس ان هو ده عبد الرحيم بس هو في الاخر كلها يعني كلهم حاجات الواحد مش حابب يتكلم فيها يعني احنا كده نسينا حاجه النهارده ولا لا احنا ما نسيناش حاجه احنا بس مش عايزين نطول غيبة عن الناس تاني مش معقول بقى احنا نضيع دهب والساحل والعين السخنه لا فاضل بس مره دهب اه ومره الساحل ده كل اسبوعين اه لا بلاش احسن نقول ان احنا معانا فلوس واحنا اصلا ما بنعرفش شكله حفلات انا ما بروحش عمري بدفع تيكت انا كل حفلات بيجيلي يعني دعوات فانا عشان يعني انا بيجيلي دعوات واي حد من الناس عاوزين يجي معايا الحفلات دي اهلا وسهلا بيهم انا ساعات معايا خمس دعوات ست دعوات يا عمري في شفت فين يا صاحبي يا الهي الله ده اقربونا قوي انا ساعات انا ساعات اخلص شغلي يبقى عندي حلقه في التلفزيون يوم الخميس فانا معايا بقى الحفله هتبتدي فاقول طب انا هلحق مش هلحق فروح بقى شوف اخواتك اللي في الساحل فروح والحق برضه يعني عمرو دياب يا رب يكون كان معاه تذاكر حفله عمرو تكون راحت عليه عشان عمرو دياب عمرو دياب هيفاء وهبي انا في يوم حضرت ثلاث حفلات يعني رحت عمرو دياب شويه طب هم عاملين ثلاث حفلات في يوم واحد؟ اه رحت عمرو دياب شويه وبعد كده رحت هيفاء عشان ما اقدرش ما اقدرش كل مصر ما تقدرش يعني حمو بيكا بالنسبه كمان في البلاكت بس هي برضه يعني بحبك يا والله كمان واقف يعمل كده يا ريت ويا ريت سندوس اللي ادينا اللقطه بتاعت حمو بيجي مشهوره ومنتشره جدا هي سكر هو واقف الواد يعمل كده عارفه مين اللي لو شفتها عاملينها كده؟ ما بحرش انا حاسس ان هو بحرش بيها كده عيني يعني معلش جميل هي جميله بس حتى ان الواحد يعني هو معجب بروحها فنيه جميله مرسومه بس انت عارف كده ان انا ما شفتيش هو كمان عامل ازاي؟ انا مكانه هبص لها كده بصراحه انا اول ما اشوف حمو بيجا سايلنت الراجل ادعى حقها الراجل ادعى متهيألي من جواه كان بيقول ايه؟ ومن براه انت عارفه متهيألي لو شفتها هعمل لها كده متهيألي نادي الجندي الله مفيش خشب امسك خشب فين؟ ستي ده فوتوشوب نادي الجندي فوتوشوب كل الصور يا جماعه المنتشره دي فوتوشوب نادي الجندي من جوه بقى لا هي شباب ال من جوه بقى لا 80 سنه وزي القمر و فوتوشوب فوتوشوب مش حاجه النفس الحلوه والروح الحلوه وبرده في حاجات يعني تجميليه بسيطه كده بتساعد الموضوع انها تبقى حلوه يعني لكن فوتوشوب ما هي مش هي لا تبدو كما على الحقيقه انا شفتها على الحقيقه وشفتها كتير على الحقيقه شفت هي فوتوشوب كلها على بعضها فوتوشوب نادي جديد ست كبيره ليه؟ ارقام كبيره ليه اتحط مليون يعني شايف ان المستقبل جميل وان الواحد ان العمر مجرد سنين مش مهمه ده العمر مجرد سنين ده لما يكون عندك 50 سنه 60 سنه لكن بعد كده العمر مش مجرد سنين العمر مجرد خلاص احنا بنبص في الساعه وربنا يسهل يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب انا ادي الناس كلها الصحه طيب ربنا يدي الناس الصحه بس انا مش هخليك تحط مليلي انا مش هخليك واحد من 50 ل 60 نقدر نقول لك ان انت اه ان شاء الله تبقى عمر مجرد مش عارف يعني انت عايز تقنعني ان هيفا لما عندها 80 سنه هتبقى مش هيبص لها برضه حمو بيكا كده هو حمو بيكا بس لا انا مش بس كلنا بنحبك يا هيفا واحلى ختام بقى نختم بقى نختم بقى نزل لنا بقى الكتر كده وخلاص يا سندوسيه حطينا هيفا ويعني نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مش هنتاخر عليكم يعني محمد هيركز معانا ويدي دعوات لاصحابه عشان احنا عندنا شغل احنا مش فاضيين لا احنا مش فاضيين يا محمد مش خطة عشان نحتفل بالدوري اه هو الدوري يعني اهم حاجه خلص الدوري وبعد كده خلصتيني نحتفل بالدوري ان شاء الله ان شاء الله اشوفك على خير يا محمد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله